بس يا هلا والله ليك وحشه والله. فيديو النهارده هيكون عن الترند المكسيكي. خلصنا من الترند الهندي اللي البعض قال عليه حرام وانا ما كنتش اعرف, دخلنا في المكسيكي اللي بيقولوا فيه سحر, يعني مش عارف عايزين ايه. والشعوذه ديت بتكون في كلمات الاغنيه. ولكن قبل ما نبدا حابب اشكركم على 50,000 مشترك. عارف ان ده مش رقم في ظل الارقام اللي الناس بتجيبها دلوقتي, يعني في ناس بتجيب ال 50 دول في يوم, ولكن انا حبيت اشكركم. وبعدين يا جماعه نوصل هنا 50 وهناك على الانستغرام 3000, خلوه 10,000, يعني واحد فولو مش هيعمل لك حاجه, واحد فولو طعمين. وخلينا نبدأ. لكن قبل ما نبدأ صلي على النبي, حط لايك الفيديو, اشترك في القناة, فعل الجرس, روح تابعنا على الانستغرام, وخلينا نبدأ. طبعا يا جماعة كل الارقام اللي بتيجي على الترند ده بتكون مهولة من ناحية لايكات ومشاهدات. يعني عندك هنا واحدة عاملة على الترند جايبة كام لايك؟ 6,200,000. كلام فارغ يا جدع, انا بجيبهم في دقيقة. كاميرا بابا. اوكي تعال يا فتاة. في حد عمل لها حاجه؟ قليل ادب ما تستاهل وجهك. النيه اهم حاجه. دون وزا سولايم يا مور ايم يا مور كيسروكو ديس سولايم يا مور ايم يا مور ريستولو الريس. واخد طريقه الترند الهندي اللي يقعدوا يعملوا كده وكده ويحطوا مكياج, لكن بيبقوا تعبانين على الفيديو على فكره, ده بيكون واضح. والفيديو مدته دقيقه و20 ثانيه. كملي يا مور ايم يا مور كيوكي بيس اسكلوس بيس ايم يا مور ايم يا مور تو ميتايس ان بوكو لوكو بوكي دي تيتو لوكو استو يا ليلي نانو تيسي ريسي با النتيجة النهائية بعد الهري ده كله. عبارة عن حتة فحم محطوطة فوق العين وعمصها طالع وعاملة كده, ويقولوا لك موضة وترند. بلا كلام فارغ, خلينا نجيب فيديو من كده وفيديو من ده, لأن احنا بنحب النوع عشان انت ما تملش. أنا قلبي عليه. اللي بعده بصوا كبشة الواد نفس الفلوس على طول. يا نهار اسود يا جدعان, وحدتين يا جدع نفسه بيكونوا شغالين. يعني احطها الاول انا النوف انا عيب تعال معاك يلا النوف انا والنوف. اه تنتن. احلى تحيه لاهل المنوفيه. اللي بعده لما مراتك تسالك كنت تعرف بنات قبل كده؟ ده انا كنت امشي في المنطقه كده كان كل البنات لما يشوفوني يقعدوا يقولوا لي عاطف عاطف, وانا ما كنتش ارد, كنت ابص في الارض عشان انا متربي, وكان في بنات بتشوفني كانت بتقع على وشها. فعلا ما لناش في الكلام ده عشان احنا متربين كحالاتي. انا واحد من الناس ببقى ماشي في الشارع حاطط عيني في الارض, عمري في حياتي ما عيني جت في عين بنت, ولا عمري اعرف صوت البنت في التليفون بيكون عامل ازاي, ولا عمري حتى خرجت مع بنت. عارفين ليه؟ عشان ما فيش بنت بتعبرني. الف عليك. لا اللي بعده امها مصريه وابوها جداوي وساكنه في المرجان, ومزحت معاها وقلت لها يا بنت يا طعميه. لا حول ولا قوه الا بالله. انت واحد مش متربي, انت واحد انت I fucking hate you, I despise you, I never want to see your fucking face again, and if I do. البت ما كدبتش. اللي بعده انت لما تفكر ترجع للبت اللي خزوتها. اه جامدة الحتة الأخيرة دي. يا عيني, وتلاقيه بعد كده بيرجع لها وتخزقه تاني, هما متعودين على كده. اللي بعده البنات بيلعب محترفة. لكن شايفين الفرق, هو ده 2024 بنت محترفة. اه خدني المودير على فين. ده العرب هما مشاركين على الترند. نجيب النتيجة النهائية عشان ما نشغل. النتيجة النهائية ان هي لمت شعرها فوق وحطت ورد. اللي بعده لما اتفرج على فرح ابويا اخوات ابويا. مره وانا صليت على بولا قادر وانا اكتشف
ده ايام الشباب الروش بتاع 2010 و2008 كانوا خربينها، ايام جيل الطيبين اللي كانوا يلعبوا بالبنات ويكسروا قلوبهم. دلوقتي بقت البنات هي اللي تلعب بالجيل الحالي وهي اللي تكسر قلوبهم. اللي بعده، كل يوم وانا رايح الشغل وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك، وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك، مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجع. الحته دي في الهرم، ده شارع الهرم يا جماعه، اسالوني انا، ده انا لفيف مال. امال انت فاكر ايه؟ اللي بعده، شفت رقمك عندي تاني انا هينك، يلا اقفل القرف ده. يا عيني يا بنتي، اشكال زباله صدق. انت عبيطه ولا ايه؟ في ايه ندى؟ ايه ده؟ اوعى ايدك دي يا شيخه، لسه فاكره دلوقتي. ماشي جرافي ايديكي بقالك 10 دقايق، واول ما خدت ردة الفعل. لا استنى شويه باخد نفسي. ايه ده؟ ايه ده يا شيخه؟ اوعى ايدك دي، انت اتجننت ولا ايه؟ ازاي تمسك ايدي؟ اخلص يا قليل الادب. والله اقول لماما وابلغ الشرطه المدرسيه. اخلص يا قليل الادب. قليل الادب مين؟ عند دار المسنين. اللي بعده، ابو جنينكو يا شيخه، شايفين الانهيار اللي هي فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هرمونات. اللي بعده، انا عشان كل انت 30 سنه وما اتجوزتش، عشان تيجي واحده تبقى عارفه واحد يوم لاببها مسقطها مديله ال 20 مزعلها، فتيجي بقى تمفقوم بواحد شبهي مثلا، فتدخله في حدوته، فتقول له بقول لك ايه، انا بحبك، انت مختلف، انت ازاي كده، انت مش مصري، انت هندي، بتخش عليه وتقول يا صبرت ونولت، فتخش في العلاقه، فتلاقي هي بتتسلى بس انت مدي برضه الدفى، فتقوم هي برضه لباك مسقطات من الدور ال 30، سابتك ومشيت خلاص اتسلت. طب ما هي بتردها بقى، ده موضوع نفساني، وانا هنا دوري اشتغل لكم طبيب نفساني، اي حد عنده اي حاجه تعالى وقول لي، هقلب لك دكتور نفساني وببلاش كمان يا جدع. شفت فيه كده يعني الاخلاق؟ اعمل لكم ايه تاني؟ اوريكم بتتفاعلوا معايا، اتفرجوا عليا بالتيله وبالعافيه وما بتحطوش اللايك، مع ان انا مفيد والله، بضحكك مش قوي يعني عشان دمي مش خفيف للدرجه، لكن ما علينا، في حته كوميديه انت فاهم بقى، غير كده هتحول لكم لدكتور نفساني، وكمان لو بايدي هعمل لكم مرتبات شهريه. طيب يا سيدي شكرا، لكن ما علينا. اللي بعده، ولا 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 ايه يا اللي انت عمال تعمله ده؟ اللي انت عمال تعمله ده يا بيعمل ده كام؟ فك صح كده. بص يا حبيبي، فك من شغل التسول والجو ده، خليك راجل منظم وما تقلدش التسول، دول اخواتك ولا كيف؟ ما تزعلش حد، ماشي يابا؟ جرايه زمان، ده انا بتاع زمان، اسمي وحده يهز مدينه، لو كاتبها قدامي بعمل حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير، ده انا كلنا دمعنا بجد، حياتي اتغيرت للافضل بكتير. شاف واحد بيعمل ده كان قال له ما تجيش كده وما تعملش كده تاني حبيبي، لو عملت كده تاني هنصعد بالشمع في الحته الحمراء. يا لهوي، راح الواد قال اخواتي اخواتي، وهو مشي بقى على اسم وحده يهد مدينه، اسم وحده يهز مدينه، لو كاتبها قدامي بعمل. جميله، فيديوهات مفيده دي. مال لما يقول لي بتعرفي تلعبي كوره؟ لا محترفة، دخلت علينا. اللي بعده، خلفة البنات. حبيبتي يا حبيبتي ايه الجمال ده؟ خلفة الولاد. حبيبي يا حبيبي ايه الجمال ده؟ اداله النافورة. بابا انا جبت النهارده 99% في الامتحان، وكان نفسي اجيب 100%. بابا انا جبت 61% في الامتحان النهارده، الحمد لله نجحت. بحبك يا بابا. هات فلوس وانا اقول لك انا بحبك. بابا انا جالي عريس، بس عايزاك تشوفه الاول وتوافق عليه. بابا انا اتجوزت بس نسيت اقول لك، مش عارف ليه. اي بابا، لا انا بطمن عليك بس مش عايزه حاجه. اه بابا انا مش بطمن عليك، انا عايز فلوس. ده خلفه الولاد حاجه والبنات حاجه تانية خالص. اما خلفه الولاد طلعت شتيمه، مع ان مش كل الولاد والله. حياتنا شتيمه قوي. وافق انت عليا وانا هجيب لك عمرو دياب يغني في فرحنا، عمرو اللي جاي يغني في الفرح. واخدين بالكم؟ قول لي يا حبيبي، شايفين البي بي دي؟ قول لي يا حبيبي لو انت وانت. على فكره صوته حلو. لو انت اللي بعيد، انا شغلي بيزيد، وان جيت انا برتاح. طب
طب والله صوته حلو على فكره. بعدين عمرو دياب اللي يجي في الفرح والكلام الفارغ ده، انا اقوم بالدور ده كله، انا مطرب، انا كل اللي بيسمعني بيقولوا صوتك عار، لكن ما باخدش مشاهداتهم. عارفين ليه؟ لان انا من النوع اللي بياخد راي كل الناس حاجه واعي زي ما، واتمنى يكون راي واحد فيهم يكون متماشي مع رايي، ولكن الاجابه دايما ما بتكونش هي اللي في دماغي، فبالتالي ما بسمعش كلامهم واعمل اللي في دماغي، وبالتالي بتيجي على دماغي. فمين بالي اللي بعده؟ لو سالتك هو انت ممكن تحب غيري، ركز عشان ده اختبار، خليك كرييتيف وقول واني لانظر في الوجود باسره لارى الوجوه فلا ارى الاك. قالوا ويخلق 40 مشابها من 40 لا اريد سواك. بحبك بتشمل ده كله. الله اكبر عليك. استهلاك الوقت والطاقه ده. واني لانظر في الوجود باسره لارى الوجوه فلا ارى الاك. اللي بعده. عيني العاشي فتحة وانا قلبي في حبك، كل الخلق ملاحظة ان مدعي الثواب، انا قلبي اختار طريقه واختار قلبك رفيقه، كل الناس يغيب غربك يعوضني. الله على صوتك جدا. اللي بعده. ايه ده الواحد نفسه ياكل بطيخ والله. ماشي يا سعاده البيع، سقعها لك واجيبها لك. تلوي بقك ليه؟ انا عايز اكل بطيخ. ناكل بطيخ. انا عايز اكل بطيخ. ايه ده؟ انا عايز اضرب اي طريقه عشان ما يشوفش اللي فيه. يا ترى فيها ايه؟ ده يعدي على خير. حط البتاع ديت عشان ما حدش يشوفها، وعايز اطلعها باي طريقه. طلعيها لازم يا رب. راجل اخر زمن عايز اكل حته بطيخ. ربنا يستر وعدي على خير يا رب. اه هي كده خبيتها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سايبه الباب مفتوح الشغاله ولا ايه؟ يا حلاوي بطيخ. يا خبر السواح، ايه ده بطيخ موجود؟ ده انا كان نفسي اكل بطيخ. كمان بتبصيها. ده انا كان نفسي اكل بطيخ بقى لي شهر نفسي. يا حاجه قدامك اهي كلها بالهنا والشفا. ده انا بتحايل عن ده انا مش هموت. لا بطيخه. انا داخله عندكم لقيت بطيخه يا حبيبي، كان نفسي اكلها بقى لي شهر. ما انا عارف ان انت نفسك فيها يا ام جدع، عشان كده جابها لك. طب سيبها بس وانا هقعد بقى يا ابني. قصه معبره تطلع منها بايه؟ ان رضا الوالدين افضل من رضا امك وابوك. فاهم بالي اللي بعده. انت نايتي. انت نايتي، هذه كلمه انجليزيه من كلمه نايت، معناها انت فارس احلام. انت ولا فاهم حاجه. بتقول لك نايتي. بتقول لك نايتي طاري كيكا او كيكا. الناس بتقول كيكا مش بتقول كيكا. قلت لك بكل اللغات. وهو لا فارس احلامي. احلام انت ولا فاهم حاجه. لا يا هو يا هو نايت. لحظه انت نايتي. نايتي طري. في طبعا ملهاش علاقه بالانجليزي يا باشا. طب ليه بتقول النايتي؟ كلمه نايتي لان الكلمه في مصر نايتي معناها حاجه معينه، معناها ان انت طري وكوكا واوا. اي تطرف مع مين؟ بيعجبني البعض اللي يكون مدعي ان هو فاهم كل حاجه وانت في الاصل مش فاهم حاجه، فاسمع اكتر ما تتكلم. لكن ما علينا. اللي بعده. اللي يعدي 30 ومش عايز يتجوز مش هيتجوز تاني، لان الرغبه شديده في العشرينات. الولد الشاب بيبلغ في 16-17 يا جامده، من 20-25 بعد كده يبتدي يقع يقل يقل يضعف. يعني ايه يعني مش هنجيب عيال والدنيا تتنيل؟ عدى 30-45 خلاص شكرا. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro. Goodbye bro.